الوطن مش دايما بيكون المكان يلي خلقنا فيه. اسمي يزن، وصيدا بلبنان هي وطني الحالي. واحد من كل 4 أشخاص بهالبلد هو لاجئ مثلي أنا. صار مسجل رسميا أكثر من 1.5 مليون لاجئ من أصول فلسطينية وسورية. هذا الرقم الرسمي، بس إحنا منعرف منيح إنه الواقع أكثر من هيك. لبنان استقبلت أكبر عدد من اللاجئين على مستوى العالم. الرقم متغير بس قرب يوصل لنقطة الانهيار. حتى طالت خدمات القطاع الصحي والاقتصادي والتعليمي، كمان خدمات البنية التحتية. الأحياء صارت عم تعاني لتوفر الاحتياجات الأساسية، وصار الاكتظاظ السكاني والفقر هم الحقيقة المرة. طاري اللي ما عم بلاقوا شغل، حتى بس يلاقوا على الأغلب بيتوقفوا عن الشغل بسبب الجنسية أو الوضع القانوني بالبلد. صار في ناس عم تلجأ للمتطرفين بس ليحسوا بشعور الانتماء، والبعض صار بفتش على الحماية والأمان، والبعض بشوفوا قدامهم انعدام الاختيارات. لما تعيش تحت كل هالضغط كل العالم بيتغير بعيونك. أحيانا الضغط بزيد وبيقلب الصراع العنف. قبل كم سنة سمعت عن أجيال السلام يلي بيدعموا الشباب عن طريق نشاطات لبناء السلام يلي من خلالها بعززوا مفهوم السلام والتفاهم والثقة والصداقات. كثير انبسطت بإني تعرفت على أشخاص من مختلف الثقافات، تجمعوا سوا وتشاركوا الأحلام. كان في أمل لشيء أحسن، لشيء أحلى. حبيت الفكرة كثير وقررت بإني أصير متطوع معهم. هلأ صرت عم بشتغل مع المجتمعات الأكثر ضعفا والأكثر تعرضا لمشاعر الخوف والحزن والغضب والظلم. ونحن كنا سوا بنهدف لنخفف ونوقف مخاطر العنف والتطرف من خلال خلق مساحات آمنة للشباب للتفاعل والتواصل. الشباب هم الحاضر والمستقبل، لهيك تمكينهم وتعزيز مهاراتهم لخلق مجتمع أكثر شمولية وسلمية للأجيال القادمة هو حجر الأساس لتنمية مجتمعنا. ليتحقق هالشي لازم نفكر بعمق ونفتش جواتنا عن القوة لنمشي لقدام. كل ما بتطلع حوالي بعرف هالشي ممكن مش مستحيل، خطوة خطوة كل يوم بيوم. أهم شي إنه نكون سوا.